ورجعنا لكم مرة تانية بعد الوجبة الدسمة الجميلة دي، وهنتكلم في موضوع حلقتنا النهاردة. احنا بنقول ان كان في خبر على السوشيال ميديا انتشر جدا اليومين اللي فاتوا عن خطوبة اصغر طفلين في مصر اللي هم من القليوبية اساسا. الطفلة فريدة عندها 4 سنوات، والطفل او خطيبها ابن عمها زين اللي عنده 7 سنوات. مش لاقية كلمة مناسبة تتقال، لو قلت كلمة مناسبة ممكن اترفض من القناة. أسرة الطفلين بيقولوا احنا عملنا خطوبة عشان لما يكبروا يعرفوا ان هم البعض. لا، والشبكة ب 18,000. وليه؟ يعرفوا ليه ان هم البعض؟ يعني أساسا مين قال ان هم هيبقوا البعض؟ انتوا قررتوا بالنيابة عنهم ليه؟ مين عارف لما يكبروا يحسوا بإيه؟ anyways وطبعا الشبكة. لما الموضوع يخش في او الشبكه 18,000، وبعدين لما الموضوع يخش في الجد شويه ويبتدوا ممكن الاهل يتحاسبوا يقول لك احنا كنا بنهزر. ايه الهزار ده يعني؟ ايه اللي يضحك في كده يعني؟ ما علينا. بنرحب بدكتوره براءة جاسم، الكاتبه واستاذه علم النفس. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. معلش انا مفعله شويه بس مش عارفه، اعتقد ان انفعالي ده عن حق. عارفه حضرتك في قضايا احنا ممكن نبقى اكثر دبلوماسيه في طرحها، وبنستخدم مصطلحات ظريفة ونلف شوية بالمصطلحات عشان نتكلم عنها. دي من الحاجات اللي صعب جدا 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 ان الواحد يبقى دبلوماسي. لان انا من وجهة نظري بعتبرها جريمة بالظبط، فانا ما اقدرش اجملها وما اقدرش ما بقاش منفعلة. يعني دي حاجة صعبة قوي 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 وقاتلة اصلا. يعني الواحد وهو بيسمع اللي هو حرام. ولو لاحظتي حضرتك ان كل سنة بتلاقي ان الموضوع بيبقى تحدي اكبر، اصغر 2 اتخطبوا، اصغر 2 اتجوزوا، لغايه ما وصلنا لسن 4 سنين دلوقتي. فاحنا يعني السنه الجايه ايه؟ سنتين. بيحاولوا يخشوا موسوعه جنس مثلا. يعني والحاجات دي على فكره بتعكس احيانا في بعض الاحيان، هي طبعا موضوع معقد قوي قوي وتحليله محتاج حاجات كتيره، بس بتعكس السطحيه في بعض الاحيان. بصي والنبي المنظر يا دكتور على الشاشه. ايه ده بقى؟ البنت مش باينه اساسا، يعني ما تعرفيش. 4 سنين. 4 سنين يعني. 4 سنين يعني ايه ده؟ هي يعني نفسها حجم التورته اللي هتبقى جايه لها. شفتي بابا يعني؟ مش يعني مش بوبي حاجه لعبه. هي حاطه في ميداليه. بصي منزل. لا ايه دي؟ حرام يعني، والله العظيم حرام. وحرام بجد بامانه بقى، معلش اللي يزعل يزعل. ماسكه شبكتها، شبكتها هي سنجاب. يعني مش عارفه اعمل ايه. 4 سنين ايه؟ ولا فاهمه حاجه يا حبيبتي. حرام ان احنا نستعمل الاطفال بالشكل ده بجد. صحيح. الاهل حتى لو بهزار، يعني حتى لو برروا ده، لو بهزار مرفوض. مرفوض تماما. لا مرفوض تماما. ما انا ممكن اهزر مثلا، اقلع بنتي مثلا عريانه واصورها واقول بهزر. صح. لا ده مستحيل. ده حرام. وبعدين شكل ايه ده؟ لا وعارفه حضرتك هو في وصف، يعني انا ما بتكلمش على الاسره دي بالذات. ولكن عموما بيوصفوا الشبكه بكذا، التورته مش عارفه ايه، وفي تفاصيل اكتر بيتكلموا عنها ان الحفله ومش الحفله. فده بيعكس النظره السطحيه للارتباط اصلا. يعني ان هي بتختصرها بتورته وشبكه مش عارف بكام. وزائد زي ما حضرتك قلتي عشان يعرفوا ان هم البعض، يعرفوا ان هم البعض ايه وليه وفي السن ده عشان ايه؟ انت ان هي هتبقى له يعني بالظبط. يعني في السن ده انتوا بتقرروا انت ان هما الاثنين هيكونوا لبعض ليه؟ بيقرر ليه يكونوا بيقرر البعض. وبعد كده هقول لحضرتك على حاجه. جزء من المشكله، انا طبعا ما اقدرش اقول كل المشاكل، ولكن جزء من اسباب مشكله زي دي هي النظره الدونيه للمراه في المجتمع الشرقي. حتى الامثله بتعكس ده. يعني مثلا في الامثله اللي بتقول لك لما قالوا بنيه لما قالوا ولد ظهري اتسند، ولما قالوا بنيه اتهدت الحيطه عليا. يعني حاجه زي دي بتقول لك ان هي عبء علينا كاهل. طب نلحق ايه؟ او نبص لها كانها عار، فلازم نلحقها لان هي هتخرج في المجتمع تنحرف بقى. على فكره هو اللي انا بعمله ده انا بوعيها الحاجات هي مش المفروض اصلا
تكون بتفكر فيها او بتوعي لها في الوقت الحالي. ده هي يعني قدامها بتاع مثلا على الاقل 20 سنه. لا وابن عمها عشان هو شايف ان ده هو اكتر واحد هيبقى حريص عليها. برضه مين ايه؟ عارفه بره مفيش يعني اقصد في اوروبا وامريكا هو لازم سابع ابن يعني سابع درجه في ابن العم ده اساسا دي كارثه جواز القرايب ده يعني. لا وجميل جدا ان يبقى في ابن عمي اعرف انه اخويا وانه سندي وانه صديقي وانه يمكن في يوم من الايام عشان احنا في مجتمع مش يعني مش ممنوع ان احنا نحب ابن عمنا ونتجوزه مع ان زي ما حضرتك قلتي ده في مصايب بتيجي من ورا زواج الاقارب ولكن اختاره انا ادوني فرصه ان انا لما اكبر اختاره مش طب انا لو رحت المدرسه دلوقتي وحبيت او حبيت ابن الجيران او ده لو اصلا ده لو راحت ده تبقى كارثه كمان ساعتها هيشوفوا ازاي تحب واحد في المدرسه او واحد في الكليه او واحد ابن الجيران صح. في حين ان انت بتنقلها واحد وبتخليها تحاول تفكر في الموضوع ده من دلوقتي. ايوه يعني ايوه أمال زواج القاصرات اللي انتشر اليومين دول ده حضرتك بترجعيه لإيه؟ هل ده يعني مفيش ثقافة ولا هل ده جهل ولا هل ده علشان خاطر هم مش شايفين قدام يعني اللي هو عايزين نسطرها عشان نسطرها؟ ما دي مصيبة في حد ذاتها يعني. هو طبعا زواج القاصرات ابتدى من زمان وكانت أسبابه مادية إن الأهل بيروا في بنتهم جواز مرور إلى حياة أفضل. دي حاجة اللي هو طب لو اتجوزت حد أغنى أفضل يحقق لنا إحنا كأسرة مش حتى لبنتنا حياة أفضل فده سبب من الأسباب. الحاجة التانية زي ما حضرتك كنت بتقولي إن هي نسطرها وعار وعيب وحرام. ما هي لا وكلمة ده انا مربيها على ايدي يعني بتستفزني انا جداً مربيها جداً على ايدي جدا لان مش دور الزوج ان يبقى مربي زي بس عارفه حضرتك هي بتبقى ايه يعني. انا كنت دايما بقول ان احيانا بيبقى الرجل هو الطفل في هيئه ذكر الام لسه هي اللي بتعمل له كل حاجه ويلا نسلمك للمراه الخادمه اللي هتكمل مسيرتي انا كام هي مش مامته والعكس انت مش بابايا عشان تديني توجيه يعني احنا شركه مع بعض احنا بنختار بعض على اسس معينه بتتحط بنختار بعض على اساسها مش انتوا بتختاروا لي. طيب حقها في التعليم راح فين؟ هي دي هتتعلم ولا مش هتتعلم؟ طيب لو ما اتعلمتش مش هي دي الام اللي هتربي الاجيال القادمين؟ لو هي اللي هتربي الاجيال القادمين هتربيهم باي مبدا؟ طب هتجوز بنتها لان هي اتجوزت بدري فهيبقى عندها نفس الفكر ان احنا لازم الستره للبنت والى اخره من حاجات كتيره زي ده ففي مليون الف حاجه معقده في الموضوع ده وبعدين الثقه في النفس بتنعدم عندها. بالنسبه للبنات اللي بيتزوجوا رجال اكبر منهم سنا يعني اللي هو زواج القاصرات طيب العلاقه الزوجيه هي اصلا لسه مش مستعده ليها لا نفسيا ولا جسديا ولا اي حاجه اهم من جسمانيا مليون مره لان هي بتحس احساس هي مش فاهمه ايه اللي بيحصل اساسا. صحيح. طب احنا معانا احمد من المنصوره. الو يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ احمد. ازيك يا استاذ مهدي؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا فندم؟ معاك احمد مكاوي من المقاطعه الاهليه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضل يا فندم. اتفضل يهمنا راي حضرتك. والله المفروض القانون يفعل يا استاذه مها لان مفيش قانون في مصر بيفعل اطلاقا. المفروض اولا الناس النهارده اللي هي البنت القاصره اللي هي الطياره بتبقى عرفي لحد ما تبلغ السن بتبقى رسمي. لا حول ولا قوه الا بالله. الحاجه الثانيه بالنسبه للعروسه والبنت الصغيره والولد الصغير دول اولا المفروض يبقى فيه عقاب للاب ابو الاثنين. والله المفروض يبقى فيه القانون يعاقبهم ما نسيبهمش كده يعني اذا كانوا بيعملوا ده عشان خالف تعرف في على النت وكده برضه المجتمع مش ذنبه حاجه يعني اذا كانوا بيعملوا كده ما كانش لازم ما يحطوش على النت حرام المنظر ده. صح والله اعتقد انه جزء منه للشهره فعلا والا ايه لازمه ان هم ينزلوها على النت فعلا هي جزء للشهرة ان احنا بنعمل حاجة غريبة وبتاع وقت ما يجوا يتحاسبوا يقولوا لا ده احنا كنا بنهزر. بتهزر ببنتك بتتاجر ببنتك يعني ايه ده؟ وهي الموروثات القديمة كمان اللي عندنا يعني. اللي كنا بنتكلم فيها من شوية. شكرا يا استاذ احمد. الف شكر على مشاكل حضرتك. ايه هو السن المناسب للجواز؟
السن المناسب للزواج بتختلف من شخص للآخر، لأن احنا كبشر بننضج في مراحل معينة مختلفين. يعني ممكن تلاقي حد رجل عنده 40 سنة ومش ناضج بالزبط. وحد عنده 25 سنة ناضج، ولكن إن أنا أبقى مستقر نفسيا، مستقر عقليا، مستقر علميا، مستقل ماديا، زائد ان انا عارف اللي ليا واللي عليا، عارف هو ايه الزواج، عارف ايه المطلوب مني والحاجات دي. نفس الحاجه بالنسبه للمرأة، بس الاهل مش بيرحموا، يعني على طول تلاقيها بتزقه، يلا خلاص انت بعد كده بيرحموا الرجل اكتر من المرأة. لازم نعترف ان في المجتمع الشرقي المرأة لها مدة صلاحية، ان انت صلاحيتك هتنتهي فلازم الحق اجوزك. يعني طبعا كل ما الطبقة المادية بتاعله أو العلمية بتاعله بيبقى فيه مساحة أكبر، ولكن برضو حتى الأم المتعلمة بيبقى هدفها الأول، وحتى بتسمعيها بتقولك مثلا أنا عايزة أطمن عليكي قبل ما أموت، قبل ما القطر يفوتك. قبل ما القطر يفوتك. للأسف مفيش قطر ومفيش حاجة بتفوت، وده كمان مصيبة، لأن دلوقتي نسب الطلاق بقت خرافية. صح. احنا معانا رانيا من القاهرة. يا رانيا مساء الخير. مساء النور، ازيك يا رانيا؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله منورين، ربنا يخليكي. رانيا، انت شايفه ان انت متجوزه الاول؟ طبعا متجوزه وفي سن صغير ومخلفه وساكنه. اتجوزتي عندك كام سنه؟ بصي عندي اتنين، كان عندي 22 سنه. بصي هو كل حاجه ليها مساوئها وعيوبها. انا طبعا هي الـ 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 كل حاجه يعني جايه حاجات كويسه، فانا بالنسبه لي ان انا اولادي خلاص كبروا وانا شكلي لسه صغير جنبهم، والهده بقى بتاعت الخلفه والمذاكره والكلام ده كله انا ما يعني تقريبا ما حسيتش بيه. يعني خلصتي بدري بدري يعني؟ يعني 22 سنة كنت متجوزة، فاهماني؟ طبعا كنت تعبانة جدا في البداية، لان حاجات كتير قوي لو رجع بيا الزمن كنت هعملها احسن من كده، لاني كان لسه عقلي صغير، فاهماني؟ فدي المساوئ. من ناحية المحاسن، ان انت خلاص بقى انت لسه عندك 36 سنة وابنك بقى طولك وداخل على اولى ثانوي والدنيا خلاص، المذاكرة وكل حاجة خلصت بدري بدري. لكن طبعا معاملتي لولادي كانت هتختلف تماما لو انا كنت كبرت شويه قبل ما اخلف وابقى عايزه اتنطط واجري وزهقانه من النوم. هو انت عندك ولاد بس ولا عندك ولاد وبنات؟ لا عندي ولد وبنت. طب وانت لو بنتك جت عند 20 سنه ولسه ما اتجوزتش، هتزقيها انها تتجوز؟ يعني هتخليها تعيد اللي انت عملتيه؟ لا طبعا، لا طبعا، ده نوع من انواع العبث يعني اللي بيحصل دلوقتي، وخطوبه الاطفال وهم صغيرين، يعني ده نوع من انواع ما اعرفش احنا بنرجع لورا ولا بنطلع لقدام بجد. لا بنرجع لورا الحقيقه. لا هو غالبا انا كنت متخيله ان ده كله هزار وناس عايزه تعمل بروباجندا وكده، لكن الموضوع زاد عن حده بجد. هزار سخيف بصراحه، حتى لو هزار هو هزار سخيف. كنت متخيله بجد ان الناس عايزه تعمل شكل من اشكال الشهره لنفسها، لكن الموضوع زاد وبقى سخيف وشكلنا بقى وحش كمان قدام العالم كله، حتى الناس تدفعيا تقول ايه المجتمع يعني ده ممكن يكون شكله ايه وثقافته ايه. يعني زي ما بنطبق الغرب عندنا في اللبس والخروج والحريه والكلام دوت، طب ما نطبق بقى ونلغي النيش ونلغي الشبكه ونلغي المهر النيش اهم حاجه دوت. لا ده احنا بنرجع لورا وبنجوز العيال بقى ايام قريش، يعني مش عارفه ايه اللي حصل لنا. ده حقيقي، ده حقيقي. بنشكرك جدا يا رانيا. ما كمان معانا جهاد من اسكندريه. الموضوع يظهر مستفز الناس. ايوه يا جهاد. عاملين ايه؟ اهلا يا حبيبتي، ازيك، اخبارك ايه؟ انا تمام. انا فعلا مشكلتي فعلا كله بيعاني منها، يعني انا مثلا عندي 23 سنه. والدتي شايفه ان انا كده عديت سن الجواز، الموضوع الدنيا ان ناس اصغر مني اتجوزت معاهم عيال وانا لسه قاعده. وانت 23 سنه؟ يعني انا 23 سنه شايفه ان هو سن لسه مش لسه صغيره قوي يعني. لا هي شايفه ان انا بالعكس انا كده كبيره جدا. وانا ماما بتتفرج معاكي على التلفزيون؟ نعم. ماما بتتفرج معاكي دلوقتي على التلفزيون؟ لا لا لا، هي مش موجوده. خساره خساره، هتموتني اكيد. لا ده انا كان نفسي اكلمها الحقيقه. والله كان انا مثلا انا وزميلي في الكليه مرتبطين ببعض وكده، بس لسه هو 26 سنه فقدامنا مرحله. لسه قدامك وقت طبعا طبعا. هي مش مقتنعه، لا شايفه ان ده لعب عيال وان احنا كده بنضيع وقت. ولا مش معقول اللي عايز يرتبط بيكي وبيحبك يجي لحد البيت، هو ده مفهومها. طب ماشي هيجي لحد البيت، بس هتقبليه دلوقتي وهو لسه ما كونش نفسه بالشكل اللي انت عايزاه يا ماما ولا لا؟ لو قبلت بيه يبقى خير وبركه،
لا هي مش شايفه غير شايفه غير مناسب اصلا. انا شايفه ان لا لو المناسب ليا ان في كذا عريس متقدم اقربهم عنده 31 سنه. انا شايفه ان ده احسن بكتير جاهز الشقه. من ناحيه ايه احسن 31 سنه؟ 31 مش مهم السن بس الفكره هو مناسب من ناحيه ايه من وجهه نظرها؟ امكانياته؟ من نظر ان هو عنده شقته والجواز هيبقى في 6 شهور بالظبط وانت هتقعد معانا. دكتور براءة عايزه تسالي على حاجه؟ لا انا بقول لها خلي يعني انت الصح وما تخليش حد يقنعك يعني بالعكس كده. دكتور براء بتقولك انا معاكي 100% واللي انت بتعمليه صح واستني حتى لو مش هو ده الانسان اللي هترتبطي بيه في يوم من الايام. ادي نفسك فرصه انك تعرفي يعني ايه احب، يعني ايه حب، يعني ايه شخص في الاطار الصح. احنا عندنا في مجتمعنا الحب ارتبط بالغلط والانحراف. يا جماعه الغلط والانحراف ده غلط والحب ده حب. انا بعرف الشخص بيعرفني عشان نقدر نتجوز ونكمل حياتنا مع بعض. ففيش حاجه اسمها يعني انا دايما بقول للبنات او للسيدات في العياده او حتى بره لما بنتكلم في الموضوع ده، قبل ما اتجوز لازم اسال نفسي انا اللي بتجوز ولا احتياجاتي هي اللي بتتجوز. انا بتجوز عشان انا خايف من المجتمع، خايف ان انا ابقى لوحدي، خايف من نظرة الشماتة ويا حرام ومش عارفة ايه. ولا احتياجاتي الاخرى اللي هي طب انا بتجوز عشان واحد غني ولا انا كإنسان بيتجوز انسان محتاجة اخر محتاجة بارتنر، محتاجة شريك ليا في حياتي. بعدين لأي ام انا عارفة ان نيتها كويسة وعايزة ان بنتها تبقى اسعد واحدة في الدنيا وتطمن عليها، ولكن لو احنا استعجلنا المرحلة دي حضرتك هتستقبليها في بيتك لما تيجي تقولك انا مش سعيدة في الحياة دي، انا مش مبسوطه، انا اخترت غلط، انا ما عشتش حياتي، انا ما بنيتش نفسي، انا ما عملتش حاجه. فحضرتك لما بتزقيها ما بتزقيهاش للجواز، بتزقيها لفشل شبه مؤكد ان هي في يوم من الايام هترجع لك وهتطرديها لانك هتقوليها قالوا لها ضل حيط ضل راجل ولا ضل حيطه او انا ما عنديش استعداد اتحملك ببنتك او بابنك. طلاق فيعني نستحمل كام سنه قصاد ان احنا نختار لهم الشيء او يختاروا، مش نختار لهم، احنا مستشارين فقط في حياه ابنائنا. احنا تعبنا وربيناهم وكل حاجه، احنا مستشارين في الاول وفي الاخر بنديهم خبرتنا ونصيحتنا وهم اللي يختاروا الشخص اللي هيعيشوا معاه ويتحملوا النتيجه. تمام. معانا ايمان من القاهره. الو يا ايمان. الو. ايوه. انا كنت عايزه اقول لحضرتك ان اسوأ حاجه الزواج في السن المبكر. صح. انت اتجوزتي مبكر ولا ايه؟ شكلك خدتي العلقه بدري. اتزوجت مبكر، اتزوجت وانا عمري 17 سنه ودي كان اسوأ حاجه في حياتي. يا حبيبتي عندك اولاد؟ عندي 4. انت متجوزه بقالك فتره؟ متجوزه بقالي 32 سنه. يا حبيبتي حسيتي ان ايه؟ يعني ان ما عشتيش طفولتك او ما عشتيش شبابك ولا حسيتي انك تحملتي المسؤوليه بدري قوي؟ حسيت ان انا اتظلمت يا حبيبتي. شبابك اتظلم. شبابها حقيقي اوحش احساس حقيقي في الدنيا. بس ولادك مش هتعملي معاهم كده اكيد. عندي يعني مسؤولة عن اطفال وبيت وزوج عندك بنات وولاد؟ الو. عندي بنتين وولدين. مش هتعملي كده اكيد في بناتك صح؟ لا اكيد طبعا، لا مستحيل. لا. الحمد لله، الحمد لله ان على الاقل معلش خطا حصل في حياتك، بس المهم ان احنا ما نفضلش نكرره في الاجيال اللي بعد كده. يعني انا دايما بقول عندك حق يا جهاد، نشكرك جدا. دايما بقول ان الصدمه اللي بتحصل للطفله اللي اهلها بيجبروها على الزواج كبيره قوي جدا، يعني غير ان بيؤدي لاكتئاب وقلق الى اخره، كل المشاكل اللي بتحصل لها. انا اهلي دول اللي المفروض يحموني، هم ثقتي. او يعني هي الثقه والتقل بتاعي في الحياه. فبتبيعوني كده لشخص بدري ان يلا روحي. يعني انتوا مش مستحمليني فيبقى اسكت عن اي ظروفك كويسه، بس اسكت عن اي اهانه مع الشخص الاخر، لان انا ارجع لمين؟ ما هم رموني. هم اساءوا معاملتي، مش يعني مش باللي هم عملوه ده. ايوه بالظبط. يبقى مهما عمل فيا هسكت وهكمل. 50% وده حسب الاحصائيات مش كلام من عندي، 50% من السيدات بيتم تعنيفهم نفسيا وجسديا. احنا معانا نجاة من المحله. مساء الخير يا نجاة. مساء الخير يا باشا. نجاتي اهلا. ايوه. ازيك يا نجاتي؟ الله يسلمك. انت متجوز؟ ايوه باشا. الله يسلمك يا ست الكل. انا ليا سؤال. اتفضل. ممكن ابقى اسال؟ طبعا. أنا سني 61 سنة، كنت مدير عام في السكة الحديد وخرجت على المعاش، جوزت بنتين
دكاترة أمهم متوفين من سنة 2007 ولا تزوجتش. وما تزوجتش لما كبرتهم وجوزت البنتين الدكاترة وعندي ولد محاسب لسه متخرج 14-15 هو طب. بقى سنه 23 سنة. ايه سؤالك يا استاذ نجاتي؟ ايه سؤالك؟ ايه السؤال اللي حضرتك عايز تسأله؟ سؤالي ابني 23 سنة ابني 23 سنة عشان انا ما معيش ست في البيت واللي جوزني زي اخواتي 23 سنة فانا بقول له اصبر لما تبقى سنك 30 سنة يقول لي اشمعنى اخواتي جوزتهم صغيرين البنات طب اعمل فيه ده ايه؟ ومصمم يتجوز 23 سنة اعمل له ايه؟ اوكي الدكتورة هتجاوب عليك شكرا يا استاذ نجاتي زي ما كنت بقول من شوية السن مش مقياس للنضج من عدم هل في حد في حياته هل هو مستقل ماديا واللي حضرتك اللي هتصرف عليه هل هو مستقر عاطفيا نفسيا لو حضرتك شايف ان هو قادر على تحمل المسؤولية عارف يعني ايه زواج بيصرف على نفسه مش حضرتك اللي هتصرف عليه ومش حضرتك اللي هتجيب له الشبكة والشقة والعربية او حتى يعني ابسط الاساسيات لو هو قادر على توفير كل ده وفي حد في حياته بيحبها انا يعني انا بقترح على حضرتك يرتبط هو اصلا بعد 6 شهور سنة يعني حضرتك حاول تأخر شوية في فترة يعني الارتباط يعني نعملها فترة خطوبة ونطولها شوية ويرتبط ولو موجودة بس انا عايزة اتجوز لمجرد الزواج زي اللي كنا بنتكلم فيه من شوية ما ينفعش رغباتي هي اللي تتجوز يعني عشان انا رغبة معينة فاتجوز وخلاص طب خلصت وبعدين مش هبقى طايق ان انا اكمل في حياتي ده حقيقي دكتورة براءة الموضوع كبير واحنا لازم نستمتع بيكي مرة اخرى يا مرات علشان في بجد مواضيع كتير اجتماعية كده محتاجين وبقى مش هنلاقي دكتورة زي القمر كده ربنا يخليك بصراحة يعني يخليك يا رب ربنا ميرسي جدا لحضرتك هنروح لفاصل ونرجع وميعادنا مع فقرة الجمال ودكتورة رندا الشافعي ونتكلم عن البشرة وازاي نحافظ على شكلنا الجميل نروح لفاصل ونرجع